إنهم وكذلك نجلس دون الابن الرضيع. بالنسبة لأولئك الذين فقدوا أحبابهم، هذا ما أعرفه، لن يذهبوا سدى، لن يذهبوا بشكل حقيقي. عندما يبقى حبكم لهم وعندما يكون هناك تلك المشاهد التي تتذكرونها عندما تذهب إلى مكان ما ويذكرك بالذي فقدته والتي فقدتها، هذا ما تشهدونه من مشاعر تدرفون الدمع، ولكن ذكرى الشخص المفقود لا تنتهي. هذا ما يحدث في الأوقات الحالكة عندما يدرك الإرهابيون أو يفهمون أو يعتقدون أنهم يمكن أن يكسروا عزيمتنا، لم يفعلوا ذلك ولن يفعلوا هذا في المستقبل. رأينا قصص البطولة والشجاعة وكذلك ذلك الاعتناء المتبادل. هناك أحياء في المزارع العسكرية والاقتصادية والزراعية الكيبوتس، حيث كان هناك اعتناء بالآخرين وكذلك مساعدات طبية وفرق إنقاذ تطوعية من أجل أن يكون هناك علاج للجرحى والمصابين قبل أن يتحولوا هم بدورهم إلى ضحايا. كذلك هناك حالات لعائلات عاونت بعضها في إطار الطقوس اليهودية وفعلوا ذلك دون تردد، والكثير الكثير حدث. الدولة اليهودية بنيت لتكون مكانا آملا لليهود في العالم، ولهذا ولدت وتأسست تلك الدولة. وإذا لم تكن إسرائيل موجودة لكنا كوننا. هذا ما قلته سابقا وأكرره، إسرائيل لابد أن تظل مكانا آمنا للشعب اليهودي. سأبذل قصارى جهدي حتى يكون هذا هو الحال. قبل 75 سنة، 11 دقيقة من إعلان الدولة اليهودية، هاري ترومان كان قد أعلن اعترافه بدولة إسرائيل. ونحن نقف إلى جانب إسرائيل منذ ذلك الوقت، ونقف إلى جانبكم الآن. إدارتي قدمت نموذج على قيادة هذه الأزمة منذ اللحظات الأولى. لدينا مسؤولية لحماية الإسرائيليين. لعقود نحن حافظنا على الدعم العسكري النوعي لإسرائيل، والكونغرس سيواصل اعتماد المساعدات العسكرية لإسرائيل.